ما هي أحسن طريقة تجعلني أتحكم في مسار السيارة على الطرقات؟ كثيرا ما يطرح هذا السؤال على مدرب السياقة، ولكن قبل أن نعرف الحل دعونا نتعرف على الأخطاء التي تجعل سيارتك غير مستقيمة على الطريق. السلام عليكم، تحياتي لكم متابعينا الأوفياء، وتحية خاصة للمتابعة الوفية انتصار شهاب من العراق. وتحت طلبها قررنا أن يكون هذا الدرس بالفصحى كي يستفيد الجميع. أنا منير شناوي، مدرب سياقة من مدينة الدار البيضاء، أقدم محتوى على الأنترنت خاص بتعليم المبادئ الأساسية للسياقة والتربية على السلامة الطرقية. إذا كنت لأول مرة تشاهد فيديوهاتي وكنت مهتما بهذا النوع من المحتوى، يمكنك الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، لأن الدال على الخير كفاعله. الخطأ الأول، أغلبية المبتدئين يمسكون المقود بقوة ظنا منهم أن بهذه الطريقة يمكن أن يتحكم في السيارة، وهذا اعتقاد خاطئ لأن العكس هو الصحيح. وكدليل على ذلك، إذا كنت في طريق فارغة ومستقيم وعجلات السيارة متوازية بشكل جيد ثم أزلت يدك عن مقود السيارة، فلن تنحرف السيارة بك ما دامت مستقيمة مع الطريق. يمكنك تجرب ذلك، لأن التجربة هي الدليل الذي سيساعدك على تغيير هذا الاعتقاد. فالإمساك بقوة يجعلك تحرك مقود السيارة أكثر من اللازم. أما الطريقة الصحيحة فقد أشرنا إليها في فيديو سابق تجدونه في الوصف أسفل هذا الفيديو، وهي أن تمسك مقود السيارة بلطف وبيدين متوازيين على شكل عقارب الساعة تشير إلى 9:15 أو 10:10. وهذه الطريقة هي مبدئية تساعدك كثيرا في التحكم بمقود السيارة على الطريق، لأنك بعد الاحتراف لن تحتاج إلى فعل ذلك. الخطأ الثاني له علاقة بالخوف من السياقة أو الأخطار المفاجئة على الطريق. فغالبا ما تجد السائق المبتدئ يركز على حواف الطريق أو السيارات المركونة على اليمين أو اليسار والسيارات التي تسير في المسلك الثاني أو الثالث، خوفا من أن تنحرف به السيارة على المسار أو الاصطدام بتلك العربات. كل هذه الأخطاء تؤدي إلى نتائج عكسية. لماذا؟ لأنك تدير عجلة القيادة في الاتجاه الذي تركز نظرك عليه أو محاولة الهروب لمكان أكثر خطورة. والحل لهذا المشكل بكل بساطة هو أن تجعل تركيزك على آخر نقطة في المسلك الذي تسير عليه والذي يسمى بمركز الإبصار، وقد شرحت هذا الأمر بالتفصيل في درس سابق أتركه لكم في وصف هذا الفيديو. الخطأ الثالث، من المفروض على السائق أن ينتبه إلى المرايا العاكسة والزوايا الميتة قبل القيام بأي مناورة، كما يتوجب عليه تخفيض السرعة ومراقبة الطريق عند المرور من ملتقيات الطرق. وقد يحتاج في بعض الأحيان النظر إلى مؤشر سرعة السيارة وسرعة المحرك. كل هذه الأمور لا تحتاج من السائق سوى لمحة تقدر بثانية تقريبا من أجل عدم تشتت التركيز على مركز الإبصار في الطريق. فإطالة النظر من أجل مراقبة كل هذه الأمور يجعل السيارة تنحرف بك عند السير في طريق مستقيم أو القيام بأي مناورة. لذلك يتوجب على السائق المبتدئ السير بالسرعة التي تناسب حالة الطريق وكذلك ردة فعله أثناء القيادة. الخطأ الرابع، من المعلومات الخاطئة التي يظن بعض المبتدئين في السياقة أنها تساعدهم على التحكم بالسيارة في مسالك الطريق والمطارات وكذلك المنعرجات، هي الأخذ بالمقاييس وأبعاد السيارة أثناء السير بسرعة. وكمثال على ذلك هو أن تجعل الخط الأيمن في منتصف الواقية الأمامية والخط الأيسر في يسارها. يمكنك الأخذ بهذه المقاييس إذا كنت تسير بسرعة قليلة جدا، مثل السير بالمستوى الأول من السرعة، وكلما زادت السرعة توجب عليك النظر لأبعد نقطة على الطريق. أما إذا أردت التأكد من هذه الأبعاد فثانية واحدة تكفي.
الخطأ الخامس، البعض منكم تنحرف به السيارة عند تغيير مستويات السرعة، والسبب راجع إلى إمساك مبدل السرعة بقوة أو عدم إتقان التغيير بالشكل الصحيح. وكذلك يجب على المبتدئين عدم النظر في مبدل السرعة عند التغيير. كل ما عليك عزيزي المتابع إذا كنت تعاني من هذا المشكل هو التدرب بشكل جيد على غيارات السرعة والسيارة متوقفة حتى تتمكن من حفظ المستويات وفعل ذلك ببراعة وسلاسة دون استخدام القوة. سبب آخر اللي كيخلي أن السيارة تنحرف بك هو أنك كتركز الشوف ديالك على الجوانب ديال الطريق، لأنك خايف لا تخرج على المسار، وهذا الشيء اللي كيكون عنده نتائج عكسية، لأنك ملي كتركز الشوف ديالك على نقطة معينة كتلقى راسك غادي ليها بلا ما تحس، وما غاديش تعيق بأن السيارة غادا في الاتجاه اللي انت كتشوف فيه. داك الشيء علاش كتهرب لك على اليمين أو على اليسار على حسب فين كتشوف. إذا السؤال المطروح هنا هو شنو السبب اللي كيخلي السيارة تنحرفك في الاتجاه اللي انت كتشوف فيه؟ باش نعرفوا علاش خصنا نفهموا اولا الحقل البصري او المجال البصري والدور الاساسي ديالو في السياقه. مثلا ابعد نقطه في الطريق اللي كتركز الشوف ديالك معها فهذه كتسمى مركز الابصار اللي كتكون الرؤيه فيها واضحه جدا وبادق التفاصيل، بحال السياره اللي كتكون قدامك واللي هي ابعد نقطه في المركز البصري ديالك، يمكن تحدد اللون ديالها وحتى النوع ديالها. اما الجوانب ديال الطريق بحال العربات اللي جايين في الاتجاه المعاكس او حتى الراجلين اللي فوق الرصيف، فانت كتعتمد على المجال البصري الواسع باش تشوفهم، رغم انهم ما كيبانوش لك بنفس الدقة بحال الا كنتي كتشوف فيهم بالمركز البصري، بمعنى ما تحتاجش انك تشوف فيهم مباشرة لانك ما محتاجش للتفاصيل. المهم انك تعرف بان كاين واحد خطر محتمل على اليمين او على اليسار، وهذاك الخطر المحتمل كيتطلب منك انت رد الفعل حتى كيدخل لمركز الابصار ديالك نتايا، يعني ملي كيولي داك الخطر قدامك معنى ان راه انت ديجا فكرتي في رد الفعل المناسب قبل ليكون هذاك الخطر قدامك. من خلال هذا الشيء اللي فهمنا غادي نستنتجوا بان مركز الابصار هو اللي كيحدد الاتجاه ديال السياره. علاش؟ لان مركز الابصار هو اللي كيعطي الاوامر بتوجيه الدماغ، يعني كتوصل المعلومه للدماغ والدماغ بيان سور هو اللي كيتحكم في اليدين. اذا انت بقيتي كتشوف واحد الاتجاه معين او على اليمين او على اليسار، فانت بحركة لا إرادية تدور المقود على اليمين أو على اليسار على حسب الاتجاه اللي انت كتشوف فيه. أما إذا بقيتي كتشوف قدامك فغادي تلقى راسك بحركة لا إرادية كذلك غادي نيشان، حتى إلى الطوموبيل الناس كتنحرف فانت كتعود ترجعها نفس المسلك اللي انت مركز معاه الشوف ديالك. وما تنساش انك تشارك في القناة إذا كنتي أول مرة كتتابعنا باش دائما يوصلك الجديد بتفعيل جرس الإشعارات. ونكتفي بهذا القدر، فخير الكلام ما قل ودل.